دي اتلتيك بلباو الفريق اللي فاز بلقب سوبر اسبانيا في مطلع وبدايه الموسم حساب البارسا انطلاقه كريستيانو رونالدو عدى وفات وسدد يا ولد يا رونالدو يا ولد يا ولد يا رونالدو عدى وفات وعلى طول يضعها هنا باقتدار في المقص يا لعيب يا لعيب يا لعيب هدف رقم 20 يتساوى مع لويس سواريز هدف سريع في الدقيقة التاسعة ضيع دوريتس وفي الدقيقة العاشرة ضيع كوفاسيتش وفاران اوعى تنام يا صديقي التعادل فاران خطأ قاتل من اللاعب فاران في اللقطة الماضية وهدف التعادل يأتي هنا من جانب فريق نادي أتلتيك بلباو في هذه الكرة الرائعة الحقيقة من جانب لاعبي فريق نادي أتلتيك بلباو أعتقد سابين توني كروس كوفاسيتش تصل الى مودريتش ريال مدريد ما زال يبحث عن الوصول الصعب الى مرمى أتلتيك بلباو رغم الوصول السهل في اول كره ودي واحده من خامس يا ولد يا خامس رودريجيز بتاع كاس العالم اللي سجل في اليونان وكوت ديفوار واليابان واوروغواي هدفين وفي البرازيل يسجل هدفه الخامس في الليجا في هذه المباراه وادك استلام والكوره النواحي المهريه عاليه قوي عند الريال واحده من رونالدو في الدقيقه الثالثه وايراسه عادل بخطا فاران في الدقيقه 11 ثم سجل توني كروس محاوله مرور هتاخد مع كارفاخال بيلباو مقفلين والريال لجأوا للتسديد وسجل خامس من تسديده كريستيانو رونالدو الى توني كروس يا ولد يا ولد هي دي الكوره مع زيدان ادي استلام ومحاوله وكره ملعوبه على طول من جانب اللاعب اللي بيحاول رونالدو يا ولد يا ولد بص شوف رونالدو انت امتلك رونالدو انت امتلك احسن لاعب في العالم ثلاث مرات الحل موجود والحل ايه الحل على الطريقه ادي الوالده والابن والعائله ولكن من خلال رونالدو هدفين من خلال خامس يا ولد على الضربة الرأسية الرائعة من البديل أوليستوندو مباراة تزداد متعة تزداد حلاوة بست أهداف وهدفين النهاردة في مباراة اليوم لفريق نادي أتلتيك بلباو اللي بيقدم لنا درس